أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة ومباشرة من برنامج مرآة الدوري، والتي سنخصص الحديث فيها عن مجريات الجولة الخامسة من الدوري الوطني درجة أولى. ولكن قبل الخوض في تفاصيل محاور هذه الحلقة، دعوني أرحب بالزميل الصحفي والناقد الرياضي أحمد الإمام. أهلا بك أحمد. أهلا بك وأهلا بكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام. قبل أيضا أن نناقش ما حدث في الجولة الماضية، نتمنى الشفاء العاجل للزميل صدام ددة. إذن مباراة الجولة الخامسة من الدوري الوطني، والتي قص شريطها نادي مدينة ضد إفسي أو نادي كهيدي برسم مباراة الجولة الخامسة من السوبر أول في دربي الجنوب، والتي انتهت لصالح كهيدي بأربعة أهداف لهدف وحيد لواصل نادي ترارزا سلسلة عذراته على أرضه وبين جماهيره. التقرير التالي للزميل عمر باه يقربنا أكثر من مجريات هذه المباراة. برباعية عمق نادي كيهيدي جراح نظيره ترارزا ضمن افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الوطني الممتاز. رباعية كيهيدي افتتح الشيخ التجاني كي عند الدقيقة 19، وعاد سليمان جالو عند الدقيقة 42 مسجلا الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول. أما في الشوط الثاني فكانت البداية مغايرة، حيث طبعته الندية قبل أن يسجل محمود سيساكو الهدف الثالث عند الدقيقة 74، ليعود زميله الشيخ نكيتا مختتما الرباعية عند الدقيقة 85. فيما سجل هدف ترارزا الوحيد عند الدقيقة 91 عبر اللاعب محمود جوب، انتصار رفع به كيهيدي رصيده إلى النقطة 7 محتلا المركز 7 مؤقتا، فيما تجمد رصيد ترارزا عند نقطة 1 متذيلا بذلك ترتيب الدوري. إذن أحمد، كيف قرأت مباراة ترارزا ضد نادي كيهيدي مرة أخرى على أرضه وبين جماهيره يفشل في تحقيق الانتصار نادي مدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية تحية لكل مشاهدي برنامج مباراة الدوري. فعلا يعني موسم بالنسبة لبداية سيئة جدا لفريق ترارزا على ميدانه، خاصة أن جماهير الفريق وعشاق ترارزا كرة القدم على مستوى ترارزا كانوا يأملون أن تكون العودة إلى ملعب رمضان هذه المرة مغايرة تماما عندما انسحب في جمل السطارة قبل سنوات بسبب الظروف المالية، وعندما كان فريق إفسي ترارزا أنذاك يصارع على شده ويحقق نتائج كبيرة على ميدانه. اليوم ظروف مغايرة تماما، وضعية سيئة جدا لكرة القدم على مستوى ترارزا، خاصة بعد غياب البطولة المحلية على مسترارزة في النسخ الأخيرة. المشاكل الكبيرة التي عانت منها كرة القدم في ترارزة هي الآن تعكس واقع المدينة ككل والولاية، عندما نشاهد معاناة الفريق مستمر على ميدانه في المباريات الأولى. كل كان يتمنى أن تعود فريق ترارزة مدينة باختلاف التسميات الفرق، لكنها عموما هي تمثل مدينة ترارزة وتمثل ولاية ترارزة على مستوى كرة القدم. عندما تحدث عن ترارزة فنتحدث عن تاريخ كبير منذ استقلال الدولة الموريتانية أو حتى ما قبلها من المدن التي تأسست كرة القدم في هذه الولايات، بإضافة إلى كيهيدي وأطار وحتى أنوذيب وهذه المدن التي كانت بداية كرة القدم ما قبل حتى استقلال الدولة البريطانية، ما يعطينا بأن مدينة ترارزا منبع كرة القدم، وطالما أنجبت أسماء كبيرة جدا على مستوى تاريخ كرة القدم الموريتانية على غرار بوب سيك والأسماء الكبيرة التي مرت من ترارزا. لذلك هذه المعاناة ليست فقط لأن الفريق ربما مهدد هذا الموسم أكثر من أي وقت مضى بالهبوط نظرا لظروفه المادية الصعبة ونظرا إلى مستواه في بداية الموسم، لكنه أيضا هو واقع آخر لصورة كرة قدم في ترارزا التي طالما شاهدنا الجماهير تملأ المدرجات منذ ساعات قبل بداية أي مباراة عندما يلعب على ميدانه أو حتى في البطولات الجهوية أو في البطولات على مستوى الولاية. لذلك هذه صورة أخرى ربما هي استمرار للمعاناة حتى وإن كان الفريق بدوري الأضواء، لكن في هذا الواقع لا أعتقد بأن الفريق سيستمر، لا أعتقد بأن الفريق قادر على الاستمرار في هذه الظروف إلا ما ينجح بتفادي الأمور مبكرة. نعم نتحدث عن بداية موسم فقط 5 جولات، لكن الصورة العامة والظروف التي تقع فيها بقية الفرق ربما في استمرار الدوري سيكون الأمر صعب جدا عندما تفقد المعنويات في بداية موسم. هذه البطولة عودتنا دائما أن الفرق الهابطة دائما ما تكون معالمة بدرجة كبيرة من مرحلة الذهاب، خاصة الفريق الأول سيهبط في المدرجة الثانية على مستوى القاع.
لذلك الأمور ربما تصب في مصلحة بقية الفرق التي نشاهد على الأقل أكثر جد هي في الاستعراض في الموسم الجاهزية الطموح تجاوز من كل مباراة على الأقل تشاهد فريق لديه شخصية عندما تكون تلعب على ميدانك المطلوب دائما النقاط في الأرض إما التعادل أو الفوز هذه هي سياسة الفرق التي تلعب في الداخل على غراك هيدي مثلا الفريق يحقق نتائج إيجابية على ميدانه تعادل أمام الوذيب وحتى يفوز على تفرق زينة في الموسم الماضي على الفرق الأخرى على ميدانه لكنه يعاني خارج ميدانه بالعكس فريق طرابلس يعاني على ميدانه ويعاني خارج ميدانه هذه ستشكل له معضلة كبيرة ربما أيضا عندما استمرار النتائج السيئة الفريق دائما تتراجع الأندية إدارات الأندية عن دفع الرواتب أو مستحقات اللاعبين وتكون هناك أزمات إضافة إلى أزمات النتائج وهذه ما تؤثر على استمرار الفريق في دوري الأضواء. إذا كهيدي الفوز بنتيجة 4 أهداف لهدف خارج أرضه بعدما تعادل كما ذكرت مع إف سي نواديبو على أرضه وبين جماهيره وفاز أيضا على الأقصر، كيف ترى البداية الجيدة إن صح التعبير لنادي كهيدي؟ فعل هي بداية جيدة لبرتقال الجنوب لأن الفريق بدأ بداية سيئة جدا في أول مباراتين ثم فيما بعد تدارك النتائج تعادل مع نواديب المتصدر وحامل اللقب ثم في الجولة الحالية استعرض قواه في الجولة الخامسة أمام فريق طرابلس وحقق انتصار كاسح مهم جدا معنويا في بداية الموسم خاصة أن الفريق تقريبا انتدب 12 لاعب على مستوى الموسم بالإضافة إلى جهاز فني جديد وهذه دائما الضربة بداية الموسم المعنوية تحفز الإدارة على الإنفاق تحفز الإدارة على الاستمرار في العطاء تحفز اللاعبين على أن الفريق بشخصية جديدة برزنامة جديدة يسعى إلى أن يكون ربما في ترتيب أفضل من الموسم الماضي عندما عانى مع الفرق حتى جولات ما قبل النهاية على مستوى ضمان البقاء في دوري الأضواء وكان مهدد أيضا بالهبوط في الموسم الماضي نادي كي فعلا لكنه ضمن الأمور قبل 3 جولات أو 4 جولات على النهاية وهذه أمور دائما تكون محفز لكن بداية الموسم الأصعب 5 جولات أو 6 جولات بداية الموسم دائما ما تحدد طموح النادي أو الهدف المرشو من الإدارة هناك أهداف قبل الموسم لكن عندما يبدأ الموسم مرور 4 جولات أو 5 جولات تبدأ التخطيط السليم في الموسم ما هو المطلوب الآن ما هي السياسة للحفاظ على الفريق كيف يمكن أن نستمر بالموسم ما هي طموحات الإدارة كيف هو ما هو المركز الذي نطمح إلى الوصول إليه في هذا الموسم وهذه ما دائما ما تكون رسائل مهمة جدا في بداية الموسم محفز 7 نقاط من أصل 16 نقطة ممكنة في نتعدى 15 نقطة في بداية الموسم هذه أمور محفزة جدا للفريق هيدي الذي يبدو بأنه بوجه معير للموسم يتمنى أن يصعد إلى مراكز المقدمة لكن الأمور دائما في مراحل النهاية الريتم الأكثر الفريق حفاظا على الريتم في الموسم من يمتلك بنك احتياط غني قادر على استمرار الإصابات الأمور الأخرى التي تحدث في تنقلات ما بين الداخل والعاصمة نكشوط تشكل دائما عبء لفرق الداخل جميل إذن دائما مشاهدينا الكرام بحساب مباراة الجولة الخامسة من الدوري الوطني حيث فرض الدرك الصاعد الجديد لدوري الأضواء التعادل السلبي على نادي الحرس دون أهداف إنتر نواكشوط لا زال يواصل انطلاقته الجيدة وتمكن من تجاوز الأقصر العميد بهدفين لهدف فيما تجاوز نادي الشمال بهدف قاتل لنادي الشرطة دائما لرسمي الجولة الخامسة من الدوري الوطني المزيد في سياق التقرير التالي على ملعب الشيخ أبويدية بن واشوط استقبل نادي الجمارك نظيره نادي سنيم كانصادو ضمن الجولة الخامسة من الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم يبحث الضيف سنيم عن انتزاع 30 نقاط وتحقيق انتصاره الثاني في البطولة فيما يريد الجمارك مواصلة النتائج الإيجابية تحت مدربه الشاب أحمد وللكوري تنطلق المباراة على واقع محاولات بين الفريقين اللذين فشلا في هز شباك أطوال الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بينهما وخلال الفترة الثانية من اللقاء استغل الجمارك عاملي الأرض والجمهور مسجلا هدف اللقاء الأول في الدقة 63 عن طريق اللاعب محمد السالم مبارك معطيا التقدم لفريقه بعد ذلك أجرى مدرب السنيم عدة تغييرات من أجل إدراك التعادل لكن أصحاب الأرض كانوا مصممين على المحافظة على الهدف الوحيد الذي سجل في اللقاء الذي شهد أول ظهور رسمي للحارس صلاح الدين مع الجمارك لتنتهي المباراة بفوز الجمارك بهدف دون رد وبهذا الفوز وصل الجمارك نقطة 10 مستعيدا مركزه الثالث فيما تجمد رصيد السنين بعد الخسارة عند النقطة 5 ليتراجع للمركز 11 في البطولة للموريتانية الرياضية الشيخ أحمد محمد نواكشو إذن مشاهدينا الكرام كما تابعنا في تقرير فوز الجمارك على سنيم بداية جيدة جدا لأبناء المدرب بوبا أيضا أحمد سنيم بداية مغايرة لما حدث في الموسم الماضي انطلاقة قوية لنادي سنيم هذا الموسم يعني الفريق يعني يحرز نتائج ربما يعني ضعيفة نسبيا مقارنة بالموسم الماضي
تماما. يعني الوضع مغاير للموسم الماضي، لان شاهدنا الفريق الموسم الماضي كان احسن فريق وثاني احسن فريق في مرحله الذهاب، يعني كان متصدر الدوري قبل يعني خوض الوادي بالمباريات المؤجله تصدر مرحله الذهاب، لكن عموما كقدم بدايه مرحله الذهاب في الموسم الماضي كانت مرحله جيده جدا لفريق سنين مع المدرب التوغلي دوسو. هذا الموسم يبدو بان الامور صعبه جدا على مستوى الموسم، وبدايه ربما هي بعض الفرق لا تنجح في عمليه الاعداد في الموسم، ما يشكل مشاكل كبيره في بدايه الموسم، لان يعني تحضير يكون داخل الموسم او الانتقالات او الانتدابات في الموسم ربما لم تكن تقريبا تلبي طموحات النادي او لم تكن على حاجات الفريق، لان احيانا بعض الانتدابات ليست للمراكز التي يعاني من الفريق، ربما هي فقط لاسماء تقريبا شاهدنا من ابناء نوادي بو من الدوري الجاوي بعض الاسماء، بالاضافه لاسماء خبره في الموسم في على غرار عوده ساليس تراولي للفريق. هذه عموما ربما لاسماء ركائز الفريق، لكن المشاكل يبدو بان الفريق يعاني من بعض المشاكل خاصه بعد تعيينه في الساعات الماضيه بشير الحاج كمساعد مدرب دوسو، ربما هي مشكله جديده ما بين دوسو، لان دوسو من المدربين الافارقه لديهم طبع خاص، لديهم مشاكل دائما، الامور المدربين الافارقه لديهم طبيعه مختلفه تماما عن المدرب المحلي، والاقتراب او طريقه التواصل مع اللاعبين تختلف تماما وحتى تشكل عباء في المنظومة، وأيضا تخلق دائما أجواء مغايرة، لأن تقريبا ولدي أربع أسماء أجنبية بالإضافة للمدرب الأجنبي في الفريق، وهذه دائما تحدث بلبلة، إما في النتائج الإيجابية تكون الأمور جيدة، لكن عندما تحدث النتائج السلبية تبدأ المشاكل وتبدأ الكل يحمل المسؤولية. ودوسو خاصة دوسو مدرب عندما يتلقى الهزائم أو الهزرات دائما يحملها للاعبين بدرجة كبيرة بشكل مباشر، وهذا ما يصنع نوع من المشاكل وخلق الفوضى داخل الفريق والمنظومة، ومن الصعب جدا تستمر هذه الأمور إذا لم تنجح إدارة الفريق في تفادي هذه المشكلة، لأن التجارب الماضية دائما تكون نفس المشكلة، عندما يحقق نتائج إيجابية تبدأ الفريق بشكل ممتاز، وعندما يبدأ بداية سيئة دائما ما يعاني بشكل كبير، لأن الظروف ربما تجانس أو تفاهم أو التواصل مع اللاعبين ليست بدرجة كبيرة جدا في عقلية، ربما لاعب دولي سابق في منتخب التوغو تجارب احترافية في الخليج، لكن كمدرب نجح في بعض المراحل وأخفق في بعض التجارب، وربما في بداية هذا الموسم يعاني سنين بشكل كبير مع الفريق. إذا مباراة سنين المقبلة ستكون ضد إف سي نوادي بو في ديربي العاصمة الاقتصادية، هل تعتقد أنها ستكون مباراة مفصلية للمدرب دوسو؟ دائما فريق سنيم ليس من الأندية التي تتسرع في اتخاذ القرار على مستوى الإقالة أو البقاء على المدربين، لأن دائما هناك مجلس إدارة في الجمعية الثقافية الرياضية لسنيم، دائما تحتاج بعض الوقت خاصة أن المدرب لديه عقد في بداية موسم، وربما لكن عمليا أعتقد بأن دوسو بعد نوادي بربما جولة أو جولتين سبع جولات إلى ثمانية في مرحلة الذهاب أعتقد بأنها ستحدد معالم استمرار دوسو على العريضة الفنية لفريق سنيم كانسادو، لكن الدربي لديه طابع خاص جدا خاصة لما يعود نوادي هذه المرة في نوادي لمواجهة فريق سنيم كانسادو، يعني بعدما اعتمد نواكشوط ملعبا له ميدانا لمبارياته قاريا ومحليا، وربما سنيم عاد نوع من الحياة للعاصمة الاقتصادية نوادي في استضافة مبارياته بعدما لكن بدايته ليست جيدة على ملعبه، مباراتين تعادلين على ميدانه، ربما مواجهة فريق نوادي بو في هذه المرحلة بالذات لا يتمنى عشاق سنيم كانسادو، لأن الفريق لا يمر بأفضل أيامه، لكن عموما تبقى مباراة لديها طابع خاص لساكنة نوادي بو لكرة القدم الوطنية، لأن دائما نوادي بو ما كانت تزود درجة أولى على غرار الساحل في الموسم قبل الماضي، سنيم كانسادو إمراج في السنوات بور، يعني هذه الفرق دائما ما كان لديها طابع خاص ولديها ميزة في الموسم، وأيضا عشق كبير لكرة القدم على مستوى العاصمة الاقتصادية. جميل جدا. إذا أحمد لو تحدثنا عن مباراة الحرس ضد الدرك، مباراة في المتناول على الورق كانت بالنسبة لنادي الحرس، ومع ذلك فشل في تحقيق الانتصار ضد الدرك الذي لا زال يبحث عن النقاط الثلاث الأولى له هذا الموسم، أيضا على الجانب الآخر إنتر نواكشوط لكي نقول انطلاقة جريئة لهذا الفريق القادم إلى دوري الدرجة الأولى ضد العميد الكسر الذي لا زال يترنح ويبحث عن ذاته. هو موسم يعني بداية محترمة جدا لنجاي مع فريق انتر نواكشوط، لأن انتر في المواسم الماضية دائما يكون لديه يعني عقلية أو فكرة الفريق الصاعد هابط في الموسم الموالي، لذلك هذا الموسم ربما انتر نواكشوط دخل بوجه مغاير للتجارب الماضية للفترات الماضية، لأنه أكثر حماس تشعر بأن الفريق لديه ما يقاتل عليه، يقاتل بشكل كبير على في كل مباراة أمام تفرق زينة أمام كل الفرق، تراه لديه شخصية كبيرة وكأنه في تحدي لإثبات الذات في دوري الأضواء بعدما صعد قبل موسمين وعاد لدوري درجة ثانية، لكن في هذا الموسم تبدو العقلية مغايرة تماما، يقاتل على كل مباراة، تشعر بأن هناك توليفة تقاتل على الكرة في كل تشكيلة تخطيط ربما سليم عند فريق انتر نواكشوط هذا الموسم. في الجانب الآخر عندما تحدث عن مواجهة فريق الدرك بفريق
فريق الحرس هي مباراة ذات تاريخ كبير على مستوى المواجهات من الفرق ما بين فرق داخلية وفرق العسكر بشكل عام. ثم تحدث عن فريق الحرس في هذا الموسم بعد موسم الماضي عندما نجح بقرار بقائه في دوري أضواء بعد انسحاب فريق الساحل. صحيح. نجح في تقديم موسم كبير جدا في الموسم الماضي فريق الساحل فريق الحرس على حساب بعد صعود على حساب الساحل. في هذا الموسم الحرس ربما بداية ليست برسية بتاتا، بل لديه من الفرق التي تلعب كرة تحاول على الأقل لديها خطط في أرضية ميدان، تحاول يعني تمرير بشكل سليم، تحاول تلعب كرة قدم أكثر من اللعب على عملية يعني الشكل المغاير أو لعب الكرات التي يلعب عليها الفريق دائما ما يحاول الاحتفاظ بالكرة بشكل كبير. هذا ما يلعب عليه بالفعل. صح. نفس الشيء بالنسبة لفريق الجمارك، هذه الفرق التي تلعب ربما تحاول لعب الكرة وتحاول تقريبا أن تكون دائما مسيطرة ومستحوذة في أغلب الفترات. في الجانب الآخر فريق الدرك لديه مشاكل، يبدو بأن ثنائية حسن كامرا ومستشار أحمد القاسم لن تطول كثيرا في الفريق، لأن يبدو بأن هناك مشاكل كبيرة داخل الفريق. تشعر بأن اللاعبين ليس لديهم ما يقاتلون من أجله أو لديهم مشاكل داخل المنظومة. ربما هذه الثنائية لم تنجح لأن المسؤولية كما يقال لا تتجزأ. حسن كامرا يبقى مدرب صعد بالفريق، هو صاحب القرار. في الجانب الآخر سيد أحمد القاسم تاريخه كبير كمدرب. صحيح. هو صاحب القرار. من هو صاحب القرار؟ يعني من يتحمل المسؤولية إذن؟ وهذه ستشكل مشكلة كبيرة للفريق في الاستمرار في الدوري إذا أراد البقاء. عليه على الأقل من هو المسؤول ومن هو صاحب القرار؟ يعني نرى بأن هناك تقريبا انتدابات، نرى بأنها ليست انتدابات سيد أحمد القاسم، هي انتدابات حسن كامرا. في الجانب الآخر هناك أسماء، هي أسماء سيد أحمد القاسم، بأن هناك تقريبا أسماء إذا رأينا سيد أحمد القاسم مدرب ستكون أساسية، وإذا كان صاحب القرار سيد حسن كامرا ستكون هي أساسية، وهذه بلا شك ستكون مشكلة كبيرة لأن المسؤولية عادة لا تتجزأ. جميل. وبذلك سيعاني الفريق في مرحلة كبيرة جدا إن لم تنجح الإدارة في تحديد من هو المسؤول وحتى يكون لديه الثواب ولا يكون لديه العقاب في مسألة الإخفاء. جميل جميل جدا. إذن مشاهدينا الكرام، قمة والجولة الخامسة من الدوري الوطني لكرة القدم التي جمعت بين نادي تبراغ زينة ضد كينغسن واكشوط المتصدر السابق للبطولة، والتي توقف فيها قطار ملوك العاصمة عند 12 نقطة بعد خسارتهم ضد تبراغ زينة بهدف وحيد سجل في أولى لحظات المباراة. نتابع. قمة مثيرة انتظرتها جماهير الدوري الوطني بين نادي الشرطة والشمال في مباراة صعبة فيها توقع النتيجة قبل صافرة البداية ونهايتها. الشرطة بعد تجاوزه لكسر في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف وحيد، والشمال المنتشي بانتصار ثمين على ترارزا في نفس الجولة، ليدخل الفريقان بمعنويات كبيرة وإصرار على مواصلة تحقيق النقاط والصعود إلى المراكز المتقدمة. مباراة كانت كما توقع الجميع مثيرة وممتعة ومليئة بالمحاولات الضائعة من بداية صافرة الحكم حتى نهاية أحداث الشوط الأول. وفي الشوط الثاني تكرر نفس السيناريو والفريقان عجزا عن مترجمة المحاولات إلى أهداف حتى الوصول إلى الدقيقة الأخيرة ليضرب موسى خديج دفاع الشرطة الذي وقف ثابتا طيلة المباراة ليقود الشمال إلى فوز ثمين وثلاث نقاط غالية أبقته في المركز الرابع بعشر نقاط. إذن نعتذر لكم مشاهدينا الكرام، التقرير كان عن مباراة نادي الشمال ضد نادي الشرطة والتي تمكن فيها الأول من تحقيق الانتصار والصعود إلى المراكز المتقدمة بعشر نقاط. سنعود لنناقش مباراة القمة، قمة الجولة بين تفرق زينة وكينغسن واكشوط. وقبل ذلك أحمد، كيف رأيت مباراة الشمال ضد الشرطة؟ الشمال يعني بداية يعني العشر نقاط من 15 نقطة، يعني نتائج جيدة للفريق في هذا الموسم، ربما هي تقريبا مشابهة لأيام تجوج في بدايات مرحلة الذهاب، لكن هناك إصرار كبير جدا عشان الفريق ينتصر في الدقيقة يعني 90، يعني بداية نهاية المباراة أمام فريق الشرطة الذي يمر بفترة جيدة جدا مع المدرب محفوظ المختار في الموسم الماضي بعد انتقال التوقيع مع الفريق قيادته في نهاية الموسم ثم في الموسم الحالي. وأعتقد بأن المباراة كانت إلى درجة كبيرة شاهدنا ندية كبيرة من الفريقين، لكن يبدو كان أكثر عزيمة وإصرار للانتصار وحقق المطلوب. 10 نقاط في المركز الثالث مع فريق الجمارك بنفس عدد النقاط، المركز الأول لنوادي بو بالإضافة لصاحب المركز الثاني كينغسن واكشوط. وهذه إثارة مهمة جدا للدوري في موسم تتخلله بطولة الشان. جميلة جدا. إذا مشاهدينا الكرام، إلى تقرير تفرق زينة ضد كينغسن واكشوط وقمة الجولة. شدت الهمم وشحنت الأقدام وانطلق قطار الدوري سوبر واحد بعنوان المحطة الخامسة، التاج الأغلى
لعشاق النجمة والهلال لتكون قمة الجولة ما بين تفرغ زين الباحث عن اسمه كزعيم للأندية بعد تعادلين وخسارة وانتصار، يسعى إلى الفوز الثاني على التوالي في مواجهة أشبال عقدوا العزم للصراع على البطولة. كينغ نواكشوط بقيادة مورين بوتش من يعرف أسرار الأندية، وغايته مواصلة العروض الجيدة والوصول للانتصار الخامس على التوالي، البقاء في صدارة الدوري صحبة النادي البرتغالي. وعند صافرة البداية تروح رقعة الأمنيات سودان ويتسيد الواقع بفعل الأقدام وصوت الشباك وبدون أي مقدمات. حلق نسر باماكو محمد سيسقو مفتتحان النتيجة لزعيم في شوط متكافئ نسبيا، والخطورة لأشبال مودين بوتش الباحث عن التعادل. وفي الفصل الثاني من ديربي العاصمة سيطرت ملوك العاصمة نازلين مدرارا بمحاولات قريبة وقليل من الحظ، إذا شوط بشوط، فشوط الزعيم اغتنمه وشوط كينغ نواكشوط لم يكن موفقا فيه، لتكون الهزيمته الأولى والانتصار الثاني على التوالي لتفرغ زينة. ليشتعل الصراع في مراكز القمة في انتظار ما تخبئه الملاعب الوطنية للمحطات القادمة، رحلة التاج الأقلى لأهل النجمة والهلال. إذن أحمد، قمة الجولة تشهد عثرة أولى لكينغ نواكشوط بعد الانطلاقة المثالية وأربع انتصارات متتالية، يخفق في تحقيق الانتصار الخامس تواليا، وربما نقول يعني استفاقة في الوقت المناسب لتفرغ زينة. هي تقريبا الصورة الممتازة، لأننا نشاهد ندية كبيرة كل فرق تقريبا. تفرغ زينة تعثر أمام إنتر، تعثر أمام الإكسر، يعني مباريات بالنسبة لو كانت في المتناول على الورق. إذا نظرنا للكم الموجود في فريق تفرغ زينة من العناصر من على بنك الاحتياط والأسماء الأساسية كدوليين قادرين على تحقيق الانتصارات في مثل هذه المباريات، لكن المشاكل التي حدثت في بداية قبل الموسم بين الجهاز الفني أثرت قبل قرار السليم في الفترة الأخيرة بإقالة الجهاز الفني وتعيين المصري الشبانة مدربا مؤقتا للنادي، وربما هذه نتيجة إيجابية. تحقيق الانتصار على المتصدر سيرفع من معنويات فريق تفرغ زينة الذي طالما كان فريقا منافسا وبطلا للدوري في سنوات خلت، يسعى للعودة إلى الواجهة من خلال الدوري هذا الموسم أو الكأس ربما، لكن الأهم أن تجاوز المشاكل في بداية الموسم، لأن العثرات كانت التعثر أمام كينغ نواكشوط كان سيضع المشاكل تتفاقم داخل بيت الزعيم. لذلك نتيجة كانت جيدة جدا لفريق الانتصار على كينغ نواكشوط الذي حقق نتائج مهمة جدا في بداية الموسم، لكن أعتقد بأنه لا زال على نفس المنوال لأنه لم يترك جيل شاب تنقصه أحيانا بعض الخبرة أو اتخاذ القرار خاصة أمام المرمى في اللمسة الأخيرة من مامادو سي إيتو، بالإضافة لمولاي وبالإضافة حاوبة أسماء شابة سيدي توداك عنصر خبرة، لكن لا زالت هناك بعض اللمسات التي تغيب عن الفريق أو تشعر بأن هناك صبيانية في بعض التصرفات أمام المرمى أو في اللمسة الأخيرة، وهي ستؤثر على الفريق في بعض المباريات، لكن عموما لا تقلل من شأن الفريق وأنه فريق قادر على المنافس على الأقل في مرحلة الذهاب، لأن الدوري يحتاج إلى عناصر تضاف إلى بنك الاحتياط إلى العناصر الأساسية تكون بخلالها لديك نفس طويل للاستمرار في 26 جولة في موسم تتخلل الكثير من التوقفات في أيام في فدي بالإضافة للبطولات القارية. جميلة جدا. إذن مشاهدينا الكرام، إفس نواليبو كان هو المستفيد الأكبر من هذه الجولة، وذلك بعدما تمكن من تجاوز الكونكورد بثلاثة أهداف لهدفين برسم قمة الجولة أو ديربي الكرة الوطنية. سنتابع المزيد في سياق التقرير التالي عن هذه المباراة وتصدر إفس نواليبو للبطولة. وسط حضور جماهيري كبير وعلى نشدة ملعب شيخ بيدية بن واكشوط، اختتمت الجولة الخامسة من الدوري الوطني الممتاز لكرة القدم بقمة جمعت بين حامل اللقب إفس نواليبو ونظيره الكونكورد، في لقاء يريد البرتغالي تحقيق الفوز فيه بعد سقوط المتصدر كينغ نواكشوط أمام تفرغ زينة، فيما يبحث الكونكورد عن انتزاع 3 نقاط تقربه أكثر من مراكز المقدمة، لتنطلق سافرة حكم اللقاء على وقع محاولات لزملائه خليل بسام. ولأنه ليست كل مرة تسلم الجرة، منح القائد حمية الطنجي تقدم لفريقه قبل نهاية صافرة الشوط الأول بقليل، ليخرج رجال المدرب يعقوب فاي للاستراحة متقدمين بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني دخل زرقاء العاصمة بقوة وتمكن من تسجيل التعادل عن طريق الحسين سي في الدقة 51، معيدا اللقاء إلى نقطة البداية، ليظهر بعد ذلك زميله يوسف فاد خلال الدقة 62 مسجلا الهدف الثاني للكونكورد، وهو الهدف الذي استفز أبناء الشمال الذين أدركوا التعادل بتسديدة رائعة من محسن بدة في الدقة 75.
ليتلقى بعد ذلك إفسا وذيب ضربة موجعة بخروج نجمه بونا محمد. وفيما كانت المباراة تتجه إلى التعادل، خطف سيد عمار هدف الفوز لإفسا وذيب في الوقت بدل الضائع من اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدفين للكونكورد. وبهذا الانتصار رفع وذيب رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة، مستفيدا من تعثر كينغسون وأبشوط، بينما احتل الكونكورد المركز الرابع بتسع نقاط. للموريتانية الرياضية، الشيخ أحمد محمد نواكشوط. إذن إفسن وذيب يستعيد صدارة الدوري يا زميل أحمد من كينغسون وأبشوط الذي تعثر كما أسلفنا 13 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن كينغسون وأبشوط. الصراع يشتعل رغم مرور فقط خمس جولات. الكونكورد خامس ليس رابعا. عندما ننظر إلى الاستمرار في الإثارة في بداية الأنشادة، تنوع في الصدارة ما بين فريق كينغز تعود فريق إفسن وذيب في خمس جولات، يعني الإثارة حتى في مباراة الكونكورد الذي يمرض ولا يمرض كالكبار العادة، يعني بداية موسم تعثرات الفريق، إقالة، مشاكل، إيقاف من الفيفا، ثم العودة فيما بعد الإيقاف من الفيفا والتعاقد مع بعض الأسماء الخبرة غوشي بالإضافة لماخو، كل هذه الأسماء الفريق شاهدنا بإصرار كبير جدا كاد يخطف المباراة أكثر من مرة. شاهدنا وذيب بادر للتسجيل، ثم عاد الكونكورد عبر الأسماء الشابة حسين سي بالإضافة يوسف واد سجل غلب الطاولة، ثم عاد وذيب من جديد وعدل عن طريق محسن، ثم محمد محمود في الوقت بدأ ضايع من عمر المباراة يحقق الانتصار ثلاث نقاط ثمينة للبرتغال. كانت مباراة مثيرة، مباراة الجولة بكل أمانة، كانت يعني تستحق الكثير من الحديث ربما هذه المباراة تحديدا، لأنها كانت بين فريق كان يعاني المشاكل، فريق خرج للتو من الكثير من المشاكل فريق الكونكورد، لكنه أكد على أنه عاد بقوة وبأنه قادر على الاستمرار. تسع نقاط في المركز الخامس بالإضافة إلى صدارة وذيب كينغ ثانيا، ثالثا في 10 نقاط كل من الشمال والجمارك، خامسا فريق الكونكورد بتسع نقاط. هذه تقريبا تعطينا صورة ممتازة لإثارة بداية موسم فقط خمس جولات نتحدث، لأن شاهدنا تقريبا كل الفرق تناوبت أو ربما أعطت ملامح، لأن تعثر وذيب أمام كيدي في الداخل، ثم تعثر تفرق زينة، تعثر الكونكورد، كل الفرق تعثرت في الموسم أمام فرق مغايرة تماما. لم نشاهد بعد صدامات لا بين تفرق زينة وذيب ولا بين الفرق الكبرى باستثناء مباراة الكونكورد وإفسن وذيب، ومع ذلك كل فريق سقط في مواجهة فريق أقل منه الشان على صعيد اللاعبين، على صعيد ما يعطينا بأننا سنكون في موسم أكثر إثارة، خاصة بعد قرار العصبة الوطنية باستمرار الدوري خلال منافسات كأس العالم، وهذا بلا شك سيعطي زخم كبير للبطولة، سيعطي إثارة كبيرة للدوري، سيعطي إثارة أكبر للقائمة التي تصل لنهائيات بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر العام بداية العام المقبل. جميل، إذن لا شك أن قرار العصبة الوطنية لكرة القدم القاضي باستمرار منافسات الدوري الوطني رغم انطلاقة بطولة كأس العالم سيصب في مصلحة المنتخب الوطني للمحليين. إذن مشاهدينا الكرام، إلى نتائج الجولة الخامسة من الدوري الوطني. إذن نادي مدينة على أرضه وبين جماهيره يخسر بهدف لأربعة ضد كيهيدي، الدرك يفرض التعادل السلبي على الحرس، والقصر يواصل التعثر ويخسر أمام إنتر نواكشوط الذي يبدأ بداية ممتازة، الجمارك ضد سنين بهدف دون مقابل، الشرطة يخسر في الوقت القاتل على يد الشمال، وتفرق زينة يضع حدا لسلسلة انتصارات كينغز نواكشوط ويفوز عليه بهدف واحد. قمة الجولة بين إفسن وذيب والكونكورد تنتهي لمصلحة البرتغالي بثلاثة أهداف لهدفين. وإذن مشاهدينا الكرام، من النتائج إلى ترتيب الجولة. إذن الترتيب العام للبطولة، إفسن وذيب في الصدارة ب 13 نقطة، متبوعا بكينغسون وأبشوط ب 12 نقطة، الشمال ب 10 نقاط، الجمارك ب 10 نقاط، تفرق زينة ب 9 نقاط، ونادي إنتر نواكشوط بتسع نقاط. أيضا ذلكم ترتيب الفرق الخمسة الأولى أو الترتيب الأهم إن صح التعبير أحمد. هي تقريبا يعني نشاهد المقدمة، صراع كبير جدا، وذيب تعادل فقط، خسارة وحيدة للفريق الجمارك، نفس الشيء بالنسبة لفريق الشمال أمام وذيب، تقريبا المباريات الكبيرة للفرق. هذا تقريبا يعطينا أن كل الفرق تقريبا تحاول استغلال بداية الموسم حالة المعنوية للاعبين، عندما تنجح في تحقيق انتصارات أو تحقيق نتائج إيجابية في بداية الموسم يجب أن نستغلها في البث الحماس في المجموعة في التوليفة، بأننا يجب أن نقاتل، يجب أن نسعى للصدارة، الظروف مهما كانت يجب أن نتحدى، هناك صدارة فعلا للوذيب والذي يمتلك كل العتاد على بنك الاحتياط والأسماء، هناك فرق أخرى تمتلك أكثر الموارد، لكن عندما تحقق تقريبا 10 نقاط من 15 نقطة في بداية الموسم، الصدارة ب 13 نقطة لنوذيب
تقريبا فارق نقطة ما بينه وصاحب المركز الأول والثاني، نقطتين بين المركز الثالث والرابع، نقطتين بين المركز الخامس والسادس والسابع، المركز السابع نقطتين، يعني هناك إدارة تقريبا في كل، استثنينا إلى القاع فقط ترارزة بإضافة للكسر فرق بنقطتين إلى الدرك الوطني، البقية تقريبا بنفس فارق نقطتين فقط، نقطة من خمس جولات. هذا يعطينا تقريبا أننا سنكون أمام مرحلة ذهاب ستكون أكثر إثارة في الموسم الحالي. جميلة جدا. إذا مشاهدينا الكرام، مباراة الجولة الخامسة من الدوري الوطني شهدت نتائج متباينة وشهدت أرقاما أيضا تستحق المشاهدة، وهذا ما سنتابعه في سياق التقرير التالي الذي عده الزميل عمر باه. لكل جولة إحصائياتها الخاصة وأرقامها المسجلة، والجولة الخامسة لم تختلف عن الجولات الماضية، إذ شهدت تسجيل 16 هدفا من 7 مباريات، وشهدت تعادلا وحيدا سلبيا بين الدرك الوطني ونادي الحرس. وأكبر نتيجة سجلت في هذه الجولة كانت في مباراة ترارزة وكيدي على ملعب رمضان، إذ سجلت فيها 5 أهداف، 4 منها لكهيدي وهدف وحيد لترارزة أثلتيك. ديربي الضفة لم يختلف عن قمة أفسن وليبو والكونكورد، هي الأخرى شهدت تسجيل 5 أهداف، كان نصيب البرتغالي منها 3 أهداف، وهذا الانتصار جعل أفسن وليبو يعود إلى صدارة الدوري بعد تأثر كينغسن واكشوط أمام الزعيم الذي استفاق مع مدربه الجديد المصري محمد شبان الذي نجح في أول اختبار له بعد توليه قيادة العارضة الفنية للزعيم، إدارة يشهدها الدوري الوطني بعد مرور 5 جولات وتنافس قوي بين المتصدر والوصيف، وطريق الصدارة ما زال صعب ومليء بالتحديات. إذا عن أرقام هذه الجولة أحمد، كيف ترى الطريقة التي انطلق بها الدوري لحد اللحظة مع مرور 5 جولات؟ كيف ترى يعني الأداء الفني لجميع الأندية خصوصا أندية المقدمة؟ وهذا تقريبا نقول عن بداية الموسم أكثر هجومية للفرق الآن، تقريبا فريق الجمارك فريق نواذيبو اللي أحسن دفاع في الموسم الماضي هجوميا ممتاز، لكن يعاني دفاعيا، استقبل هدفين امام الكونكورد، استقبل هدف امام فريق هيدي، يعني استقبل يعني تقريبا معظم امام الشمال، يعني تقريبا كل مباراه تستقبل اهداف، يعني ان هناك تقريبا المشكل يبدو ان هناك مشكله دفاعيه، او حتى يعني عموما الدوري المحلي يعاني على مستوى قلبي دفاع في كل الفرق، تقريبا هناك منظومه دفاعيه اقل في الحاله الهجوميه للفرق افضل في الموسم الحالي. شاهدنا تقريبا فرق انتر دفاعيا فريق لباس على مستوى الفريق، لكن عموما تقريبا هناك مشكله على خط الدفاع للفرق، اما اللاعب الارتكاز او السوبر على المستوى دائما هناك مشكله، او مشكله ظهير ايمن او مشكله ظهير ايسر، يعني لا تجد توليفه تقريبا بشكل ممتاز على خط الدفاع. في المقارنه هناك حاله هجوميه للفرق اكثر في الموسم الحالي بدايه، نعم صداره على مستوى صداره الهدافين الامور كالعاده، ربما حمي الطنجي في الموسم الحالي العائد من اصابه بخمس اهداف، كل هذه تقريبا تعطينا ملامح، لكن الاهم هو لنا كل تقريبا فرق هجوميه. شاهدنا كهيدي سجل 4 اهداف امام ترارزا، وهو اللي استقبل 4 اهداف ايضا مع امام فريق الجمارك، يعني تعطينا اداره في بقيه الفرق او بدايه الموسم بان هناك حاله هجوميه تقريبا للفرق او المدربين كربما قرار، لكن عموما هي حاله تبدو حاله ايجابيه للفرق، نتمنى تحسن على مستوى خط الدفاع للفرق ليس كمنظومه ولكن كافراد على مستوى الافراد على مستوى خط الدفاع. جميل. هي اذا نقطه مهمه اظهرها احمد حول المستوى الدفاعي لمختلف انديه الدوري الوطني، وذلك قبل انطلاق بطوله الشان في الجزائر العام المقبل والتي سيحتاج فيها المنتخب الوطني الى دفاع صلب. اذا الان الى ترتيب هدافي الدوري الوطني بعد مرور 5 جولات، حماية الطنجي مهاجم أفسين وليب وقائد الفريق في الصدارة بـ5 أهداف، محمد مبارك قوشي لاعب الكونكورد بـ3 أهداف، مامادو سي مهاجم نادي كينغسن واكشوط بـ3 أهداف، ومهاجم نادي الحرس فيل البركة بـ3 أهداف، مولاي خليل بسام المخضرم لاعب أفسين وليب أيضا بـ3 أهداف. إذن الآن سنترككم مع أفضل 5 أهداف كما اختارها طاقم البرنامج، نتابع. جديد هذه عرضية، هذه كرة طولية، هذه خطيرة، هذه تسديد، هذه التعادل، يا سلام، لا صوت فلتصمتوا، لا صوت يعلو على صوت البرتغالي، هكذا يقول محسن بودا، يسكت جمهور الكونكورد ليعيد بفريق أفسي، ليعيد أفسي إلى المباراة، إلى التعادل، إلى رفض الخسارة. الله
يا محسن بودا. الله 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 الله. الدقائق القادمة واستعدادا لبطولة الشان. على الكرة خطيرة جدا لعناصر تفرق زينة بالرأس، والهدف الأول، الهدف الأول لتفرق زينة. تفرق زينة لم ينطق واحدة ليسجل أول الأهداف. الله 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 الله. الزعيم الزعيم يرفض الخطأ. الكرة تقطع تعود لمصنع الكونكورد. ممتاز يا سلام، خطيرة خطيرة خطيرة. واد 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 يا سلام يا سلام. غلبوا الطاولة، عادوا من بعيد، سجلوا الثاني، هدفان لهدف. الكونكورد يصنع الفرجة، يصنع الفرجة، يصنع الجو، يصنع الفارق بالهدف الثاني. يا سلام. المركز الثامن تفرق زينة بخمس نقاط، وهنا الهدف الثاني، الثاني 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 لانتر المكشوط. انتر المكشوط يضرب ولا يبالي، يضرب بالثاني باقدام الفنان واللاعب جاديستا. تقدي تقدي نوح نوح نوح، مازال نوح يراوغ مر. يا سلام خطيرة. الله 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 الله. يا سلام، هدف الخلاص، هدف الصدارة، هدف الانتصار يأتي عن طريق محمد محمود في مرمى فريق اف سي، في مرمى الكونكورد. اف سي يخطفون المباراة، يخطفون الانتصار. محمد محمود صاروخ لا يصد ولا يرد، يستقر في مرمى فريق السابق الكونكورد. إذن تابعنا معكم مشاهدينا الكرام أهداف جميلة سجلت في الجولة الخامسة وأيضا في أوقات حساسة. ضيف حلقتنا مشاهدينا الكرام لهذا الأسبوع سيكون نادي الإكسار الذي لا زال يعاني منذ بداية الموسم، فبعد مرور خمس جولات لا زال العميد يسعى لتحقيق أولى نقاط له في البطولة، أو الانتصار الأول له في البطولة إن صح التعبير، وهذا ما ستقربنا منه أكثر الزميلة أمينة محمد المصطفى في سياق التقرير التالي. مباراة أخرى مرت في عداد جولات الدوري الوطني لكرة القدم دون أن ينجح الإكسار في تحقيق الانتصار بعد مرور خمس جولات حصد فيها خمس نقاط فقط، بخسارته الأخيرة من نادي إنتر نواكشوط في الجولة الماضية بهدفين لهدف. بصم الإكسار على خيبة أمل متجددة للعميد في السنوات الأخيرة بوجهه الشاحب وملامحه المختفية، فلم يعد يعرف حتى من قبل أحبابه وعشاقه. الإكسار الذي كان صيته يعلو وكان اسما بارزا في الدوري بات في السنوات الأخيرة شبحا يطارد حلم البقاء في الدوري بمستوى سيء وأداء متواضع. تعاقب الأسماء على النادي في السنوات الأخيرة من لاعبين ومدربين، لكن دون تغيير فعلي ينتشر النادي من ما يعيشه ونفض غبار الخيبات المتتالية التي قد ترمي به هذا الموسم خارج الدوري حال استمراره بنفس النهج. العميد يبحث عن ثلاث نقاط بعد مرور خمس جولات لم ينجح فيها في خطف الفوز لمرة واحدة، حتى خسر ثلاث مباريات وتعادل في مواجهتين. يعيش الإكسار منذ سنوات أزمة جادة لم يستطع الخروج منها. تعاقبت أسماء تدريبية على النادي لكن استمرت الأزمة، وتعاقب هذه الأسماء يؤشر على عمق الأزمة وضرورة تغيير إداري قد يكون مفتاحاً لتجاوز الأزمة وخروج النادي من متاهة يدور فيها منذ سنوات. إذن أحمد، الإكسار نقطتين من أصل 15 نقطة ممكنة النجاة بصعوبة في الموسم الماضي من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. السؤال الذي يطرحه مناصر العميد، ما الذي يحدث للإكسار؟ واستمرار معاناة في الفترة الأخيرة للفريق إداريا. الفريق يعاني مشاكل إدارية هي السبب الحقيقي في واقع الإكسار، لأنه في كل مرة نشاهد الفريق يعيد يستعد في الموسم ثم يغادر الجهاز الفني تحت وطأة المشاكل للاعبين، تأخر المستحقات، المشاكل، عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهداتها، صعوبة اللاعبين أو الجهاز الفني، لأن مشكلة
المدرب بال الشريف الذي قاد الفريق في 90 دقيقة فقط بعد إعداد في قرابة 5 أو 6 أسابيع قبل بداية الموسم، أدار الفريق في مباراة وحيدة ثم قدم استقالته، نظرا إلى أن الإدارة لم تفي بتعهداته والتزاماته صوب لاعبي الفريق، تحمل هو المسؤولية وغادر بدوره، ثم تعاقد الفريق معها بوننا حمود المدرب السابق لفريق الطواز أملا في أن يقود الفريق، ولا زال يعاني نفس المشكل. دائما هي المشاكل المالية مع نتائج أو قبل نتائج تكون هي المعضلة الأكبر، تأخر المستحقات، عدم وجود الحوافز لتحقيق الانتصار، ودائما في المباريات عندما تمر جولة وجولتين بدون تحقيق نتائج إيجابية تبدأ المشاكل تظهر للعيان، تظهر للإدارة، تظهر للكل، وتغني على المشاكل الكبيرة جدا في فريق الكسار التي تكمن دائما في مشاكل إدارية قبل التوليفة، لأن دائما الكسار يمتلك الأسماء، يمتلك مخزون كبير من الأسماء على مستوى اللاعبين، لكن المشكلة الأكبر هو كيفية تسيير هذه المجموعة. المجموعات دائما تحتاج إلى من يدير المجموعة، إلى من يقود المجموعة لتحقيق النجاح. إذن مشاهدينا الكرام، عميد الأندية لا زال يعاني، ونتمنى التوفيق لفريق الأكسر وأن يعود إلى سابق عهده. الآن إلى مباراة الجولة المقبلة، الجولة السادسة من الدوري الوطني درجة أولى. إذن الحرس يواجه الجمارك وعينه على نقاط المباراة الثلاثة، الكونكورد ضد ترارزا في لقاء يمكن أن نصنفه ضمن لقاء الجريحين، تبرق زينة ضد الدرك الوطني، كهيدي يستقبل الشرطة على ملعب غورغول، سنيم كانسادو يواجه إفسن وليبو ضمن قمة الجولة أو ديربي العاصمة الاقتصادية، إنتر نواكشوطة يواجه كينغسون نواكشوطة، وشمالة ضد الإكسر. إذا أحمد بعجالة، كيف ترى هذه المباراة وما هي المباراة الأهم بنظرك؟ هي كل تقريبا المباريات لأن بداية الموسم الفرق التي تعاني من المشاكل في القاع تريد الخروج مبكرا من المأزق، خروج من نتائج من مسلسل النتائج السلبية. في الجانب الآخر فرق المقدمة تريد استغلال تعثر الفرق، لأن الواديبو سيواجه سليم كانسادو بالملعب بالكانسادو بن واديبو، هذه ليست مباراة سهلة على مستوى الفريقين، لا سليم سهلة على ميدانه ولا تلفسين واديبو الذي سيخوض المباراة أيضا في واديبو، ستكون مباراة سهلة. هي أبرز مباراة في الجولة هذه الجولة، ثم أيضا نتحدث عن إنتر وكينغستون نواكشوط الذي سيواجه فريق عنيد إنتر هذا الموسم، تفرق زينة بدوره لن تكون مباراة سهلة أمام فريق الدرك. تقريبا الجمارك سيواجه الحرس والآخر في مباراة تمتلك طابع خاص بين الفريقين في الموسم الماضي، ندية وتقارب في المستوى بين الفريقين حتى في طريقة اللعب في الحرس بالإضافة للجمارك. هي تقريبا مباريات كبيرة جدا، فريق الشرطة أمام الفريق هيدا على ميدانه، كل تقريبا فرق المباريات ليست سهلة عموما، الإثارة تصنع من الميدان تختلف. نعم هناك أرقام أو إحصائيات ما قبل المباراة، لكن في أرضية الميدان هناك مواجهة وندية كبيرة بين كل الفرق في الموسم الحالي، وهذا دائما يكون مشجع محفز، نتمنى أن يجد الصدى المناسب من حيث الجماهير، من حيث تسيير البطولة للجهة المعنية في اختيار التوقيت المناسب لبعض المباريات، أملا في حصد أو في أن تكون وجهة للجماهير ولإعطاء إثارة أكبر للموسم الرياضي. شكرا جزيلا لك يا أحمد. شكرا لك. إذن مشاهدينا الكرام، بذلك تكتمل عناصر هذه الحلقة من برنامج مرآة الدوري، أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة، كما أشكر الزميل الصحفي والناقد الرياضي أحمد الإمام على كل هذه الإيضاحات، والشكر موصول لكم أنتم أيضا. الأسبوع المقبل بحول الله سنكون عند حسن ظنكم، إلى ذلك الحين لكم منا طيب المنى، والسلام عليكم. الثالث في هذا الموسم بعد أو من 5 جولات في البطولة الوطنية، الكرة من سيدي مولاي، مولاي رمي التماس الشمال ضغط والضغط يولد الأخطاء، خطأ واضح من الحارسية سامباتشام في عملية إمساك الكرة، ضيع الكرة وضيع الشرطة، تاه الشرطة في الزحام، وتقدم الشمال بالهدف الأول في الدقيقة 92 الثانية من الدقائق 6 المحتسبة كوقت بديل عن الضائع في هذه المباراة. سيدي
مولاي، كرة ثابتة، هل يعدلون؟ هل يتفادون الخسارة؟ الشرطة للتعديل، الشرطة لرفض الخسارة والانحناء، الشرطة 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 الآن، مولاي سيدي يرفع الكرة، الكرة خطيرة وركنية أو ركلة مرمى بصافرة الحكم سي أبو، ركلة مرمى لمصلحة الشمال.